Donc, on va imaginer la partie de SVT. Le sous-alloul. Quelle est l'expression de l'information génétique chez les eucaryotes passe par deux états. Eucaryote, qui est un ajout de cellules. Qui est une cellule eucaryote. Qui est les prokaryotes. شنو الفرق بيناتهم؟ هو ان هاد لا سيلول الاوكاريوت كتكون فيها واحد لا سيلول كتكون فيها واحد لو نوايو زعما كيكون عندها ان نوايو كتكون عندها واحد النواة هادي كتسمى ذات النواة الحقيقية وهادي ذات النواة الغير حقيقية فوالا دونك هادي ملي عندها نواة دونك دوك لي كروموزوم يعني لا دي ان لانفورماسيون جينيتيك كتكون عندها في لو نوايو مي هادي ما كتكونش عندها في النوايا كتكون متوزعه على لو سيتوبلازم كامل علاش حيت ما عندهاش ان نوايا دونك ما عندهاش فين تخزن هاد لافورماسيون شنو الفرق بيناتهم هي ان هادي كديفلوبي يعني هادي تقدر تعطيك دو سيلي اخرين يعني تعطيك دو سيلي في اخرين دونك ولكن هادي كتبقى عايشه غير بقى عايشه حتى كتموت يعني ما كديفلوباش يعني ما كتخضعش للامي لاميتوز فوالا لا ما كتخضعش ليها مي هذه كتخدع لا ميتوز دونك هذا هو الفرق بين الجوج ديال لي سيلول يعني هذه كتخدع لا ميتوز فوالا هذا هو الفرق بيناتهم جوج دونك حنا ما كيهمناش هاد لو تيرم هذا بزاف هنا في هذا السؤال هذا غير باش نفهمو باش الا تلاقيتو معاه تعرفوا شنو كاين دابا قال لك ليكسبرسيون دو لافورماسيون جينيتيك شي لي زوكاريوت باس بار دو زيتاب حنا اش كنعرفو لي زيتاب ديال ليكسبرسيون دو لافورماسيون جينيتيك كاينه لا ترانسكريبسيون ديال لا ار ان ميساجي يعني عندنا واحد لا سيلول اوكاريو يعني عندها لو نوايو لا ترانس نرسمو شي سيلول كبيره عندنا واحد لا سيلول ها هي عندنا لو نوايو ها هو فوالا شنو هي ليتاب الاولى بروميير ايتاب دونك كيكون عندنا هنايا ترانسكريبسيون شنو هي لا ترانسكريبسيون لا ترانسكريبسيون هي مثلا ملي كيكون عندنا واحد لا دي ان هنايا لا دي ان كنعرفو عنده دي دوبل برا بحال هكا و دو لي نيكليوتيد و كيعطينا ار ان ميساج ار ان ميساج عندو ان برا ان سول برا كيعطينا ار ان ميساج بحال هكا بالتدخل ديال واحد لونزيم كيتسمى لونزيم لي حول لينا من هنا حتى لهنا اش كيتسمى كيتسمى ار ان بوليميراز عقلوني بوليميراز ار ان بوليميراز دونك فوالا هذا هو لونزيم اللي يمكننا نتحولو من لا دي ان حتى لا ار ان ميساج حتى لا ار ان ميساج دونك فوالا هاد ليطاب هادي كتسمى ليطاب الاولى هي ترانسكريبسيون ليطاب كتسمى ترانسكريبسيون ليطاب الثانيه شنو هي ليطاب الثانية هي ملي هاد لاير ان ميساجي هذا كيخرج من لو نوايو دونك هذا راه هو لو نوايو لو نوايو شنو هي لا ترانسكريبسيون بعدا واقيلا هي استنساخ يعني ملي ادي ان من ادي ان حتى ل ار ان ميساج هاد العملية كتسمى ترانسكريبسيون فوالا وهذه هي البروميير ايتاب ديال ليكسبرسيون ديال لافورماسيون جينيتيك دوزيام ايتاب هي ملي لا ار ان ميساجي كيمشي من لو نوايو هذه هي لو نوايو حتى السيتوبلازم هذا هو السيتوبلازم فوالا ملي كيمشي كيخضع لواحد العمليه كتسمى لا تراديكسيون ترجمه عن طريق شنو عن طريق لي ريبوزوم واحد الريبوزوم كيجي لا ار ان ميساج هنا يتخشى وكيخضع للترجمه وهذا الشيء فين كيوقع في السيتوبلازم قول لي في السيتوبلازم هذا الشيء كيوقع في السيتوبلازم شنو هو لي شنو بسبب وشنو الفضل ديال من واحد لوغانيزم سميتو ريبوزوم الريبوزوم كيقول بالعربيه وهذه اش كتسمى هذه العمليه لا تراديكسيون ترجمه المهم ترجمه Donc voilà, on doit le souligner. L'expression de l'information génétique chez les eucaryotes passe par deux étapes. La transcription au niveau de cytoplasme. Je vais la transcription. Qu'est-ce qu'on au niveau de noyau?
Donc voilà, l'اقتراح غلط. La réplication au niveau de la réplication, la réplication n'a pas d'attaché à l'expression de l'information génétique. Donc, deux, réplication n'a pas d'attaché à l'expression de l'information génétique. La réplication, donc, si elle reprend la OE, elle va se transcription au niveau du noyau, avec une origine première, ou traduction au niveau du cytoplasme, il y a traduction au niveau du cytoplasme. Donc, j'ai observé OE. Donc, قالك ديورون لا ميتافاز دو لا ميتوز لي كروموزوم يعني في المرحله الاستوائيه ديال الانقسام الغير المباشر الصبغيات يعني بغاو يعرفوا الشكل ديال الصبغيات في هذه المرحله دونك هذه المرحله كما كتعرفوا كتكون متميزه بانه لي كروموزوم كيكونوا في ليكواتور دو لا سيلول دوك الصبغيات كيكونوا في خط استواء ديال الخليه فوالا قال لك سون ادو كروماتي كوندونسي كونستيتيي شاكون d'un brin d'ADN. Donc, wesh huma mtkounin men deux chromatides. Nchoufou, mesela chfna hna hada tsawira hadi, oui, antha chromosome fih deux chromatides. Chna hwa chromatide bala? Donc, chna hwa chromatide? Chna hwa chromosome w chna hwa chromatide? Donc, skontou ktarfou kin tfarqou bayn hada. Donc, kima shftou daba hada, hada hwa chromosome. Ha hwa hada kamel. Hadchi kamel. W chromatide hwa hada nnص bhal kchi nnص ديالو. هذا راه كروماتيد شنو هو كروماتيد بالعربيه هو صبيغي 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 دونك هو واش هذا الشيء بصح يعني قال لك في لا ميتافاز دو لا ميتوز كيكونوا دو كروماتيد نشوفوا غير دو كروماتيد وي صحيح كوندونسي ولا ماشي كوندونس اش كتعني كوندونسي ولا ماشي كوندونس Donc condensé ou machine condensé, sinon ça fera bien. Condensé, chromosome condensé, où est le halo? C'est le cas, tchèbk. Halo, quand il y a une ktif d'ikch. Décondensé, c'est le cas, c'est le halo. C'est un petit. Voilà. Hada. Condensé, ou hada. Ou décondensé, ou hada. فوالا واش هاد الكروموزوم اللي كنشوفو هنايا واش كوندونسي ولا ديكوندونسي اكيد خصكم تكونوا كتعرفوا بلي راه في الفتره ها كاين عندنا حنا لانتيرفاز ولا ميتوز ها هي لا ميتوز شوف لا ميتوز في الميتافاز خصكم تكونوا كتعرفوها هي هادو جي ان اس جي دو هادو في لانتيرفاز فتره السكون الفتره اللي كتجي مور السكون هي لا ميتوز فيها اربعه ديال المراحل بروفاز ميتافاز تمهيديه استوائية دونك في المرحلة الاستوائية لي كروموزوم كيكونوا كوندونسي يعني مكتف كيتسمى لو كروموزوم ميتافازيك يعني كيكون يعني انت شتي كوندونسي مزيان فوالا دونك لحد الان هذا الاقتراح راه صحيح اه دو كروماتيد كوندونسي كونستيتيي شاكون دان بران دادين دونك هنا فين كاين المشكل يعني كيفاش دان بغان دا دين دين ما كاينش فيه ما كيكونش فيه بغان واحد يعني هذا ماشي منطقي الدين حنا تنعرفوا الدين لا موليكول ديال الدين هي عبارة عن دوبل اليس يعني دوبل اليس يعني كتكون هاي كي دايره هي كتكون تكون من دو بغان ها هو كيكون البغان وهادو لي نيكليوتيد كيكون عنده واحد البغان واحد اخر كومبليمونتير كيكون مثلا هذا مثلا 5 بريم 3 بريم وهذا 3 بريم 5 بريم دونك لادين متكون من دو بغان دونك هاد الاقتراح لحد هنا راه صحيح لحد هنا ولكن هادشي راه غلط دونك سون اون كروماتيد لا دو كروماتيد sont à deux chromatides condensés constitués chacun de deux brins d'ADN. Ah, de où est-ce que c'est? Sont à une chromatide là de condensés constitués chacun de deux brins. Décondensés, là, mais si décondensés, condensés. Donc voilà, de où est-ce que la marque s'arrache eux? Décondensés, là. Le chromosome métaphasique qui compte condensé. Deux chromatides condensés, voilà. Si je observe où c'est. دونك خلينا في السؤال الثاني ندوزو للسؤال الثالث
La loi de pureté des gamètes dit qu'il y a. Donc, قانون نقاوة الأمشاج كيقول بالنسبة للناس اللي مكعرفوش شنو هو القانون، نقرأ عليكم هو بالعربية ممكن حسيتها بالفرنسي. دونك أثناء تشكل الأمشاج يفترق العاملان. شنو هما العاملان؟ العاملان هما الحليلان، لا الحليلات ماشي حاجة علاقة، فوالا الحليل لاليل، اللذان يحملان الصفتين المتعارضتين فيحتوي كل مشيج على أحد حليلين مورثة، إذا هو نقي. بالفرنسي هي لا دوزيام لو دو ميندير، لو دو لا بيغتي دي غاميت، هي سيغريغاسيون يعني سيباراسيون دي دو فاكتور و دي دو زاليل دو شاك كاركتير او كور دو لا فورماسيون دي غاميت. فوالا دونك كيفاش هادشي كيفاش غنشرحوه؟ C'est un parent P1, parent P2, et des parents sont de lignée pure, mais c'est là la qu'il y a. Quand on a le gène, on a le gène de Mourita X, le gène de Mourita, on a le halil A, l'allèle A dominant, yani Saïd, ou l'allèle B récessif, yani Moutenahi. Voilà, donc هذا هو المظهر الخارجي ولا الفينوتيب ديال الاب الاول بي 1 وهذا الفينوتيب ديال بي 2. هذا لو جينوتيب النمط الوراثي ديال بي 1 بي 2. ملي غيوقع واحد الفيكونداسيون اخصاب وكذا في الاخر لا ديسوندونس اف 1 الخلف اف 1 غادي يعطينا هاد غادي يعطينا الفينوتيب ديالو هو ا، وهذا الجينوتيب ديالو كيفاش داير هو غيكون كيفاش غيكون ايبريد. دونك اش كتعني ايبريد؟ يعني هجين هجين. فوالا دونك هذا هو اللي كاين. باش غنشدو داك اف ان مع اف ان غندير لهم غنكروازيهم حتى هما، غندير لهم واحد الكروازمون يعني تزاوج. الفينوسيف ديالهم بحال بحال، الجينوسيف ديالهم هو غيكون بحال هكا. دونك هنا فاش غيبغيو هاد فاش غيبغيو تكونوا لي غاميت، لي غاميت يعني الامشاج. هذا فاش غيبغي يعطينا الامشاج، عطينا جوج ديال الامشاج، واحد المشيج شنو فيه؟ فيه ا، واحد المشيج فيه مثلا بي. فوالا هذا هو القانون الثاني ديال مندل. ممكنش هذا مثلا يعطينا واحد المشيج فيه ا وفيه عاوتاني بي، لا. علاش؟ حيت هاد الحليل، هاد لاليل ا وهاد لاليل بي هذا كينتميو لنفس لو جين، نفس المورثة. كيما شتيهم راهم في نفس المورثة، دونك خصهم يتفرقوا فاش يكون واحد الفورماسيون ديال لي غاميت، واحد التكون ديال الامشاج. خص هادو سيدي يتفرقوا، خص كل واحد يمشي في غاميت بوحدو. باش تفهموا اكثر غادي ندير واحد، نفترضوا انه مثلا عندنا دو جين انديبوندون، يعني جوج ديال المورثات مستقلين. يعني مثلا كندرسو مثلا واحد المورثة ا وواحد المورثة اللي عندها الحليلين ديالها ا و بي، واحد المورثة اللي عندها الحليلين ديالها سي و دي. دونك هنا فاش غيوقع الاخفاق؟ فاش غيوقع الفيكونداسيون؟ لا زعما ماشي فيكونداسيون، فاش غيتكونو لنا لي زاميت لي غاميت، عرفت مالي؟ فاش غيتكونو لنا لي غاميت هادو، هاد جوج راه كينتميو لنفس المورثة، وهاد الجوج عاوتاني حتى هما نفس الجين. دونك ميمكنش تلقى غاميت فيها مثلا ا وفيها عاوتاني بي، لا ميمكنش. هادشي اللي كيقول مندل، ولا مثلا غاميت فيها سي وفيها دي، لا. غادي تلقى مثلا غاميت فيها شنو فيها؟ فيها ا وسي. غتلقى مثلا غاميت فيها ا ودي، ولا قامت عاوتاني فيها سي و بي، فهمتي؟ ما كتلقى شي حاجه بحال هكا، ما غاديش تلقى حيت هادو سي و دي من نفس المورثه، وهذا من المورثه. هذه مثلا هذه مورثه جين اكس مثلا، و سي و دي من جين ايغري. سي دومينون و دي ريسيسيف، يعني سي سائد و دي متناحي. فوالا دونك الحاجة غنفهمو من هادشي، هادشي اللي من هادشي اللي قلت غنمشيو نجاوبو على هاد السؤال. دونك نشوفو الاقتراح الأول، قالك أسوسياسيون دي زالير ريسبونسابل. لا حنا أصلا
شوف لانونسي، كاينش عندك اسوسياسيون يعني كاين في افتراق، سيغريغاسيون يعني سيباراسيون. دونك الاقتراحات اللي عندنا اسوسياسيون غير حذفوها انت، اسوسياسيون اسوسياسيون حذف حذف يعني هذه هي من اللي واخا تكون غير ناقل داك لا لوا غادي تعرف بلي راه ما كاينش، دونك غادي تبقى في بي و سي و دي. دونك تقدر تبقى مرة واحدة عليهم، دونك تقدر تجيب جواب صحيح. كاين احتمال كبر واحد على ثلاثة، احتمال واحد على ثلاثة راه أكبر من واحد على خمسة. دونك فوالا نمشيو لبي، قالك سيباراسيون دي زالي غيوني افتراق الحالات ما نعرف هادي مرتبطة. المهم سيباراسيون دي زالي غيوني شي ليبغيد لوغ دو لا فورماسيون دي غامي. ها انا بالي هاد السؤال هذا هو اللي صحيح، يعني ما كاينش حتى شي حاجة اللي تجيب الشك في هاد السؤال صراحة. حاجة انا بالي صحيح، قال لك هنا سيباراسيون انديبوندون دي زالير ريسبونسابل دي دو كاركتير لور دو لا فورماسيون دي غاميت شي ليبريد. مهم قال لك هذا السؤال الاخر، هذا الاقتراح الاخر سيباراسيون انديبوندون دي زالير ريسبونسابل دي دو ريسبونسابل دي دو كاركتير لور دو لا فورماسيون دي غاميت شي لوموزيغوت. لا 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 هذا باين حتى هو ماشي صحيح، ما يكونش صحيح حيت هذا قال لك لوموزيغوت. لا صاحبي حنا كنخدمو حنا هادو راه خصو يكون ايبغيد يعني اتيروزيغوت، شتي هاد راه ايبغيد. كتعرفو شنو بعدا الفرق ما بين جربت عليكم هنا هاد راه خصو يكون ايبغيد. ايبغيد كيكون داير بحال هكا مثلا عندو اليل ا و اليل ا يعني متيتشابهوش، هادو متيتشابهوش. اوموزيغوت كيكون مثلا ا كيكون ا، هذا تسمى متشابه الاقتران وهذا مختلف الاقتران. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دونك لا لا هذا حتى هو خالط، كيبقى بين بي و سي. انا بعدا قلت بي لانه سيباراسيون دي زاليل، مي ميمكنش حنا حيت كاين فرق بين سيباراسيون انديبوندون دي زاليل و سيباراسيون دي زاليل، يعني كاين فرق بيناتهم. حنا لانونسي عندنا غير سيباراسيون دي زاليل غيوني شي لي بغيت، عندنا سيباراسيون انديبوندون دي زاليل ريسبونسابل دو دي دو كاركتر. المهم هادشي ماشي هو اللي خلانا نقولو بلا هادشي غلط، لا ولكن هاد سيباراسيون انديبوندون دي زاليل. علاش 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 سيباراسيون انديبوندون ماشي تلهي ماشي هو الجواب الصح؟ انا نقول لكم علاش. دابا مثلا حنا عندنا مثلا عندنا واحد دو جين ليا، مثلا عندنا دو جين ليا، مثلا عندنا جين ا مثلا عندنا هنايا وتحتو بي ومثلا هنا سي ودي. دونك مثلا فاش غيكون هنا واحد حدث واحد غيبغيو يعطينا مثلا لي غاميت، شحال عطينا من غاميت؟ عطينا اربعة، ولكن واحد غاميت غيكون فيه بحال هكا. واش هاد لاليل وقعت لي واحد سيباراسيون انديبوندون؟ لا راه تفرق حتى معاه، تفرق معاه هذا، شتي راه تفرقوا بجوج. دونك فوالا، دونك لا ما ندير كيقول لنا سيباراسيون صافي، يعني هادو يقدروا يتفرقوا بجوج. المهم هذا ما يتفرقش مع هذا وصافي، المهم هذا ما يتفرقش مع هذا، هادو ما يتفرقوش مع بعض، يتفرق مع هذا حيت هادو من نفس الجين، ولكن هادو دو جين ديفيرون، يعني هادو من نفس المورثه وهادو من مورثتين مختلفتين. فوال دونك يقدروا يتفرقوا معاها، ماشي بالضروره يتفرقوا كل واحد مستقل، يعني اب وحده تلقى غير اب وحده مثلا فوالا في غاميت ولا شي حاجه. لا دونك هادشي علاش سيباراسيون انديبوندون لا ماشي صحيح، بي هي اللي صحيحه. سيباراسيون دي زالير غيوني شي ليبريد دو لا فورماسيون دي غاميت. فوال حيت دابا غاميت تقدر تلقى فيها بزاف ديال لي زالير، تقدر تلقى فيها حتى ثلاثه ولا حتى ما نعرف 23 طق طق، فهمتي؟ دونك هادشي علاش اختارينا الجواب اقتراح بي، اوبسيون بي هي اللي صحيحة. دونك دوزو السؤال الرابع، لا ايغين دو ترانسفير ولا لا ايغين تي؟ بغينا نعرفو على شي حوايج. شنو بعدا لا ايغين تي؟ لا ايغين تي سيدي هو هذا الشكل ديالو معروف هو هذا. دونك فين كاين بعدا هاد لا ايغين تي؟ عندنا هذا هو هذا هي لا سيلول الخلية، عندنا هذا هو النوايو ديالها. داك لايغين ميساجي، لايغين ميساجي فاش كيمشي من النوايو كيقصد لو سيتوبلازم وكيتخشى وسط لو ريبوزوم، لو ريبوزوم داير بحال هكا الريبوزوم
عنده جوج ديال لي سوزينيتي. هاد لايغان دو ترانسفير كيكون هنا، كيكون هنا لا ستركتور ديال كيما كتشوفو دابا هكا. دونك فوالا هذا راه هو هذا، ولكن مكبرينو ودين ديطايينو. دونك فوالا حنا عرفنا البلاصه ديالو، خصنا نزيدو نعرفو عليه شي حوايج اخرين شنو كيدير. فوالا دونك قالك في الاقتراح الاول قالك ساسوسي با سون انتي كودون على ار ان ميساجي بور اسيغي لا تراديكسيون، يعني كيرتبط مع لا ار ان ميساجي بدك مضاد لواحد الرمز ديالو باش ينفذ لينا الترجمه. واش هادشي صحيح ولا ماشي صحيح؟ اكيد صحيح. ها هي هانت هادا هو اللي كيقصد به لونتي كودون، هادا هاد البارتي في لا ار ان 32 ترانسفير سميتها لونتي كودون. كيقولوا ليه بالعربيه مضاد لوحده الرمزيه، وهذا كما تشوفوا هاد الشيء راه هو لا ار ان ميساج، هو هذا جزء من لا ار ان ميساج. فوالا دونك قال لك سا سوسي بار سون اونتي كودون على ار ان ميساج بور اسيغي لا تراديكسيون. واش هذا الجزء صحيح؟ اسيغي لا تراديكسيون وي صحيح. علاش؟ كما قلنا قبيله لا تراديكسيون فين كدار؟ كدار في لو سيتوبلازم، في لو سيتوبلازم. وشكون كيديرها؟ كيديرها لو ريبوزون. فوالا و لي ريبوزون راه فيهم لاي غين ترانسفير، لاي غين دو ترانسفير راه كاين في لي ريبوزون هنا فين كيجي لاي غين ميساج. دونك فوالا دونك هذا هو الاقتراح الصحيح. نشوفو الاقتراحات الاخرى. ساسوسي بار سون كوندون لاي غين ميساج بوغ اسيغي، لا ماشي لا ترانسكريبسيون، كودون وماشي كودون، لونتي كودون ماشي الكودون. ساسوسي بار سون لونتي كودون لا ريبليكاسيون، لا ماشي لا ريبليكاسيون، لا ماشي لا ترانسكريبسيون، لا ترادكسيون وي، ولكن ماشي كودون اونتي كودون. دونك ا هو لي صحيح. فوالا السؤال الخامس، لا كارت جينيتيك ولا لا كارت فاكتوريال هي اون ريبريزونطاسيون سو فورم دان غرافيك دو بوزيسيونمون. فدونك الخريطة العاملية هي واحد التمثيل ديال تا موضوع ديال عرفو حنا الخريطة العاملية هي كنمثلو فيها الخريطة العاملية في الكا، فين كنديروها بعدا في الكا ديال دو ولا كتر. المهم دي جي ليي، يعني كيكونو دوك المورثتين مرتبطين، ماشي مورثتين انما يقدرو يكونو اكثر، ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كاع. فوالا كيكونو مرتبطين، كنجيو في الاخر كنمثلوهم على داك الكروموزوم فين كاينين هما. مثلا كاينين في الصبغي او الكروموزوم الرقم مثلا سبعة، كنشدو الكروموزوم نيميرو سات بحال هكا مثلا. ها هو مثلا هذا هو الكروموزوم نيميرو مثلا سات مثلا عند الانسان مثلا. هذا بير واحد، بير واحد ماشي بجوجهم، يعني الاخر سميتو داك الكروموزوم الامالوغ ديالو كاين تا هو، ولكن حنا كنشدو غير واحد وكنبقاو نمثلو فيه دوك لا جين. مثلا مثلا هذا هو جين واحد مثلا، مثلا هاد لو جين عنده لاليل مثلا ا ولا شي حاجه اخرى. دونك هاد الكروموزوم غيكون عنده اليل، والكروموزوم الاخر لي امالوغ تا هو غيكون عنده اليل. مثلا هذا الكروموزوم ديال بواه، هذا ديال بواه، والاخر تا هو ديال مو. مثلا هذا ديال بواه فيه دي زاليل، وهذا ديال مو فيه دي زاليل، ولكن راه نفس لو جين، نفس لو جين، ولي زاليل كيختلفو. واحنا مثلا هنا غنهتمو في الريبريزونطاسيون كنهتمو غير بكروموزوم واحد، يا اما ديال الاب يا اما ديال الام، حيت حنا مكنهتموش بلا زاليل، حنا كنهتمو بلا جين. فوالا دونك مثلا هاد لو جين هذا ديال اللون ديال الاعين مثلا، فوالا لا كولور دي زيو. مثلا هاد الجين ديال لا كولور دي زيو ديزيو. مثلا هنا كاين واحد جين اخرى مثلا، نعطيو شي لون واحد اخر. مثلا هادي لا كولور دي شوفو، مثلا اللون ديال الشعر. دونك فوالا دونك حنا شنو الهدف من هاد البريزونطاسيون هادي؟ يعني كنشوفو ديك لا ديستونس بيناتهم، هاد لا ديستونس هادي كنشوفوها بيناتهم. راكم عارفين كيفاش كنحسبوها، كنشدو لي فيرونتيك ريكومبيني دوك المظاهر الخارجية الجديدة التركيب، كنديرو ليهم الجمع، كنجمعوهم
وداك الشيء اللي خرج لينا كنردوه بسنتيم اورغان، مثلا 12 سنتيم اورغان، يعني هذه هي المسافه بين هاد جوج ديال الاجيال. فوالا، دونك هذه هي لا كارت فاكتوريال. يعني علاش؟ دونك قال لك بوزيسيونمون دي كروموزوم رياليزي اون سي بازون سور لو كالكول، ماشي دي كروموزوم، لا دي جين، دي كروموزوم لا غا لي جين. فوالا، دونك احنا عندنا هنايا لي كروموزوم، دونك عندنا يا اما سي اما او، اقراو سي دي جين سور لي كروموزوم رياليزي en se basant sur le calcul du pourcentage des gènes indépendants lors d'un croisement test. Là, les gènes, c'est là. Mais là, en se basant sur le calcul du pourcentage des gènes indépendants, là, c'est là. Mais si les gènes indépendants, les gars, c'est là, le pourcentage là. Des gènes sur les chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des recombinés. Voilà, l'électrique. Lors d'un croisement test, voilà, c'est le pourcentage des recombinés, mais c'est le pourcentage des gènes indépendants. Mais c'est le chiffre des gènes indépendants, on a des gènes liés. Voilà, donc tu vois, c'est vrai. C'est ce qui est concernant les mutations. Les mutations qui ont un autre donc elles sont toujours avantageuses à celui qui les porte. Il y a une dîme, il y a une chasse qui est humaine de ta femme. اكيد لا، بعض المرات باش في هذا لو تريبلي هذا في لاير ان ميساج، حنا كنهضروا هنا على لاير ان ميساج، كنعرفوا حنا لا الميوتاسيون الطفرة الاصل ديالها هي لا دي ان، هي داك لا دي ان هو الاصل ديال الطفرة، لا دي ان هو اللي كيكون من المشكل، ومن لا دي ان كيتحول لينا لاير ان ميساجي، كيتحول لنا لاير ان ميساجي، دونك كتعرفوا البروسيسوس كيفاش داير. هذاك الايرن ميساج حتى هو كتبان فيه ديك الطفره. فوالا كما كتعرفوا الا وقعت لنا واحد الطفره مثلا لايت دي ان كان ملي تحولنا لايرن ميساج، لايرن ميساج كان مفترض يكون واحد لو تريبلي فيه اي اي، يعني كان مفترض، ولكن هذاك لا دي ان اللي فيه الميوتاسيون لا ما خرجش لنا اي اي اي، ولكن خرج لنا هذا اي اي ا. دونك فوالا هنا وقعت واحد لا ميوتاسيون، هنا وقعت واحد لاميتاسيون، بما ان دونك لايغين تا هو ميساجي كيفضح ديك لاميتاسيون، دونك هنا خرجت لنا او او ا. دونك فوالا كيما شفتو ها هو او او او، هاد الكودون هذا كيكودي لاياش لهاد الاسيد امين، هاد الحمض الامين، هاد الثلاثية هادي كتكودي لهاد الحمض الامين فيلين الانين، ولكن هاد الثلاثية اللي رومبلاصاتها اللي عوضاتها كتكودي لواحد الحمض الامين واحد اخر، واحد الاسيد امين واحد اخر اللي هو هذا. هادشي هادي هي كتكودي لايش كتكودي لو سين فهمتي ها هو. دونك فوالا، دونك هنا غيوقع علينا واحد لو شونجمون او نيفو ديال لا سيكونس ديال لي زاسيد امين، سيكونس ديال زاسيد امين غيوقع واحد التغيير، بلاصه هاد لاسيد امين اللي هو الفين الانالين غادي تنبلاص بهاد لاسيد امين. دونك اش غيوقع المشكل اللي غادي يوقع فاش غيبغي تركب لينا داك البروتين، فاش غيوقع يتم التركيب ديالو غادي يكون مشكل، هاد البروتين غيكون مشكل. علاش؟ لانه هو يعني كاين واحد المشكل، كاين واحد التغيير، واحد لو شونجمون او نيفو ديال لا سيكونس ديال السلسله ديال الاحماض الامينيه، كاين واحد التغيير فيها. دونك فوالا، هاد الميوتاسيون ما عندهاش ديما واحد التاثير ايجابي، ماشي ديما. قالك الاقتراح بي، قالك اي ديمينيو لا ديفيرسيتي جينيتيك او سان دي بوبولاسيون، يعني قال كي يقلص من التنوع الوراثي واحد مثلا فواحد واحد مجموعه مثلا من الساكنه مثلا. فوالا، دونك كما كتعرفوا بالعكس راه لا ميوتاسيون كترفع علينا من ديك التنوع الوراثي، اوغمونت لا ديفيرسيتي جينيتيك. مثلا كيكون مثلا عندنا واحد الفيرونتيب، واحد المظهر الخارجي مثلا يكون عندنا، هذا المظهر الخارجي كتوقع ليه واحد الميوتاسيون، كيوقع ليه واحد الميوتاسيون كيتبدل كيتغير، كيولي مثلا واحد المظهر، كيولي فوالا ملي كيتغير كيولد لينا واحد المظهر خارجي واحد اخر مثلا اللي هو بي. فوالا، دونك ها هو ملي هذا ولد لينا هذا غيبقى ويزيد عليه هذا. دونك فوالا، ها ولاو عندنا جوج ديال المظاهر، وغادا. دونك فوالا، دونك الميوتاسيون بالعكس يعني ما كيديرو لنا كيزيدو ديك لا ديفيرسيتي، ديك التنوع الوراثي. اقتراح سي قالك il peuvent apporter un avantage sélectif à l'individu porteur
دو لا ميوتاسيون. اكيد وي، بعض المرات هاد لي ميوتاسيون كيكون عندهم واحد لافونتاج على هذاك الشخص اللي كيحمل ديك الطفرة، يعني فهمتي ديك لافونتاج. مثلا دابا حنا عندنا في هذه الصورة هذه، يقدر مثلا شي واحد مثلا والديه، كيفاش هاد الطفل يقدر مثلا شي واحد والديه يكون مثلا عندهم عينين كحل، مثلا عينين كحل، مثلا بوا عنده عينين كحل وموته هي عندها مثلا عينين كحل، مثلا هو ملي غيتزاد غيكون عنده مثلا ما يكونش عنده عينين كحل، غيكون عنده مثلا عينين مثلا فزة، مثلا يكون عنده عينين فزة. دونك فوالا، كيفاش دابا والديه هما عينيهم مثلا كحل، ولكن هو الولد خرج عينيه زوار. دونك هنا عندنا واحد لاميطاسيون يعني، ولكن هاد لاميطاسيون كان عندها واحد التأثير إيجابي، يعني ما كانش عندها واحد مثلا ما عطاتشناش واحد المرض ولا شي حاجة اللي خايبة، بالعكس عطاتنا شي حاجة إيجابية. دونك فوالا، الاقتراح السيء فهو الحد الآن صحيح، ولكن حنا ضروري خصنا نقراو اقتراحات أخرين، يقدر يبان لنا شي واحد حتى هو صحيح فوالا ونشوفو. دونك بالنسبة للاقتراح دي قال لك إل سون ترانسميسيبل جينيراسيون فيتور لوغسكا أتان لي سيلول سوماتيك. دونك هاد الطفرات هادو هاد ليميتاسيون كينتقلو من جيل الحامل ليه للجيل اللي غيتاب، إلا كانوا يعني كيهمو الخلايا اللي ماشي جنسية، يعني الخلايا الجسمانية الأخرى، مثلا الخلايا ديال الجلد، مثلا الخلايا ديال مثلا أي عضو واحد آخر متعلقش بالخلايا الجنسية. لا العكس، راه هما كيكونوا ترانسميسيبل الا كانوا كيهمو لي سيلول جيرمينال، الخلايا الجنسيه. شنو هما الخلايا الجنسيه اللي كنعرفو؟ هما لي سبيرماتوزويد، هما لي زوفيل. هما لي سبيرماتوزويد لي زوفيل الا كانوا هما اللي كانوا قايسينهم دي ميتاسيون، هاد ديك لا ميتاسيون كتاثر لينا على لا جينيراسيون الجديده، دونك على الجينيراسيون اللي غادي نسال. دونك هاد الاقتراح خاطئ، او ال اونتخي توجور دي مالادي جينيتيك هيريديتير. لا ماشي توجور، اي اونطرين دي مالادي جينيتيك هيريديتير، ولكن ماشي دائما. كيفاش ماشي دائما؟ في بعض الحالات فاش كيوقع لنا هاد لاميطاسيون، مثلا بحال مثلا الحاله ديالنا هاد لو تريبلي اي او او، وقعت لاميطاسيون باغ سوبستيتيسيون، دونك هاد وقعت الطفره ديال الاستبدال هاد اوتوب النفسي عطاتنا اي او اس. كما كتلاحظوا هاد اي او او اي او اس ها هما بجوجهم كيكوديو لنفس الاسيد امينو. دونك فاش غادي تكون هذيك لا سيكونس ديال الاسيد امينو، ديك السلسله الاحماض الامينيه، ما غاديش يوقع تغيير فين الانين، غادي تعوض فين الانين. دونك داك البروتين اللي غادي يكون لينا غادي يكون عادي، واخا راه وقعت دي ميتاسيون. كيتسمى ميتاسيون سيلونسيو، يعني نون سونس، ميتاسيون نون سونس يعني ميتاسيون يعني ساكته، يعني واخا كاينه ولكن ما عطاتش واحد النتيجه. دونك فوالا، تقترح او ماشي صحيح، الاقتراح الصح هو السي. وغندوزو للسؤال السابع. السؤال السابع كيخص واحد الدرس ديال لا جينيتيك دي بوبولاسيون، وراثة الساكنة. هاد الدرس الا ما كنتيش قاريه من الافضل تمشي تقراه، راه ساهل، ودوك لي نونسيون تقريبا هي كيتعاود، مفيش دي نونسيون اللي جداد قلال فوالا، وفي شويه ديال في شويه خصك تركز معايا شويه، عطيه وقتو وراه غادي تقرا الا ما كنتيش قريتيه. طبعا بالنسبه لصحاب باس سوا راه ما قراوش هاد الدرس، وما عرفتش بالنسبه للشعاب الاخرين، انا متاكد ملي راه صحاب اس بي تي هما اللي قراو. المهم خصك تمشي تقراه ضروري، لانه تقدر يتحط في اي ما تعرف فين تقدر تلاقى معاه. دونك فوالا، احنا ها هو تحت في هاد الكونكور ديال 2020. دونك هاد ولاد الساكنه، هاد الدرس اون جينيرال شنو كيتخيطي اون جينيرال؟ دونك مثلا حنا نرجعو لداك لا جينيتيك مندليان. كتعرف لا جينيتيك مندليان قريتوها مزيان، الوراثة المندلية كنهتمو بالدراسة ديال واحد الكخوازمو، واحد التزاوج ديال واحد الأنثى مع واحد الذكر، ومن بعد كيعطيونا واحد الخلف، واحد لا ديسوندونس، فوالا كنهتمو بشي حاجة بحال هكا. في وراثة الساكنة لا جينيتيك دو بوبولاسيون كنهتمو بجمع ذكور وإناث، يعني وإناث يعني ساكنة، يعني ساكنة واحد لا بوبولاسيون كاملة، وداكشي اللي كيعطيونا كيعطيونا واحد الخلف، واحد الجيل كنحسبوا ليه دي فريكونس، مثلا كنحسبوا لا فريكونس ديال هاد لو جينوتيب، هذا المظهر ديال هاد عفوا النمط الوراثي، هاد لو جينوتيب كنحسبوا التردد ديالو، كنحسبوا التردد هذا، كنحسبوا التردد هذا، كما كنحسبوا مثلا هنا النسبه المئويه او البورسنتاج ديالو، انا كنحسبو واحد التردد، يعني تقريبا راه المفاهيم يعني تقريبا بحال بحال، غير هذاك حنا الامور عندنا هنا شويه مختلفه. دونك انا عرفت لكم واحد النظره
نظرة عامة هدرت، هو الدرس راه في كثر من هادشي، ولكن هادي نظرة عامة. الدرس هذا كندرسو داك التطور ديال لا بوبولاسيون، بوبولاسيون كندرسو حتى التطور ديالو، كندرسو دوك لي فاكتور، دوك العوامل اللي يقدروا يأثروا لنا على هاد التطور، على هاد ليفوليسيون. فوالا، واهم هاد العوامل هادو، هاد التطور هذا ملي كندرسوه، من اهم الاشياء اللي كنتعرفوا عليها هو اللي كنهتموا بها هو المحتوى الجيني الساكنه، البول ديال الجينيتيك ديال واحد البوبولاسيون، يعني المحتوى الجيني التعريف ديالو بالعربيه هو هذا التمييز الساكنه بجينوم، جينوم جماعي يسمى المحتوى الجيني، هو المحتوى الجيني الساكن، هو مجموع الحليلات، فوالا هو واحد لونسومبل ديال ليزاي، مجموع الحليلات التي توجد في مواضيع المورثات. اكيد الحليلات كاين في المواضيع ديال المورثات على الصبغيات، اكيد عند كل افراد الساكنه، عند كل افراد الساكنه، ويتميز بالاستمراريه، يعني خصك تعرف انه يتميز بالاستمراريه عبر الاجيال، ويكون قابلا للتغيير عبر الزمن. فوالا، دونك هادو حوايج مهمين خصنا نعرفوهم على لو بو جينيتيك، المحتوى الجيني. دونك بالفرونسي لو بو جينيتيك اي اون بوبولاسيون اي كاركتيريزي بار اون كومبوزيسيون جينيتيك فورمي دو لونسومبل دي جينوتيب. الجينوتيب هما الانماط الوراثيه دو سي انزانديفيدو، الى ساجي دان جينوم كوليكتيف جلوبال ابولي بول جينيتيك، يعني هاد لو جينوم هذا كيكون عند جميع، عند كل الافراد الساكنه، يعني جلوبال كوليكتيف سي لونسومبل دي زاليل qui se trouve sur les locus des gènes des chromosomes de tous les individus de la population. Donc voilà. Donc il y a un ça, ce qui caractérise la génétique, se caractérise par sa continuité et son évolution au cours des générations, et aussi par sa variabilité. Variabilité sous l'influence de certains facteurs naturels. Donc qui varie, la génétique qui varie, il y a un moment qui est pratique. ما كيبقاش ثابت، يعني كيتغير، كيتغير مع مرور الزمن. دونك فوالا، اهم حوايج راه حنا شفناهم. كاينين شي حوايج عاوتاني فرق على اخرين، هما مثلا العوامل اللي كيأثروا، مثلا لا ديفياسيون جينيتيك، الحراف الجيني، مثلا الهجره، الميغراسيون، وكذا كذا، هادو كلهم فهما اللي كيسببوا هذا التغير ديال المحتوى الجيني. حنا قلنا، حنا شفنا داكشي اون جينيرال وصافي. دونك ندوزو للسؤال ديالنا، ليفوليسيون دي بوبولاسيون. الا قريتي مزيان هادو اكيد غادي تطيح في واحد اقتراح، يقولك امبوسيبل سون موديفيكاسيون دي بول جينيتيك دو سيت بوبولاسيون. دونك هادي هو اللي شفنا، كنا كنشوفو حنا دابا، هو مستحيل هاد ليفوليسيون دي بوبولاسيون مستحيل توقع بلا ما يكون واحد التغيير في المحتوى الجيني. اكيد صحيح، هي اللي صحيح، يعني هنا بلا ما كاينش فيها شي شرح ولا شي حاجه باينه، الكور كتكون عارف الافكار ديالكم مرتبين، غادي اون فوا تشوف تقرا السؤال تنزل على هذا الاقتراح هذا، لانه واضح وضوح الشمس. دونك الجواب الصحيح هو بالنسبه للاجوبه الاخرين لا. شكون اللي يخليهم لا؟ هما بعض المرات بعض لي سميتو بواحد الكلمات هما اللي كيخسروا ديك الجمله. مثلا هنا مثلا اقتراح بي واقتراح دي، اقتراح بي ودي مثلا قال لك في انترفونير تا 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 توجور، قال لك هادو ابوتيس توجور à des nouveautés phénotypiques avantageuses. Là, il a hidna مثلا toujours وقال هذه تقدر، وي بعض المرات يقدر يكون واحد التغيرات في النمط او في المظهر الخارجي موجب ايجابيه، ولكن ماشي ديما، ماشي ديما حتى هنا، ماشي ديما غير سميتو سلبيه، لا ماشي ديما. دونك فوالا، et du toujours à une augmentation de la diversité génétique. لا ماشي ديما، ماشي ديما تقدر تكون شي حاجه اخرى. هاد ليفولوسيون دي بوبولاسيون كما قلت لكم تقدر ماشي غير لوغمونطاسيون، مثلا ارتفاع التنوع الوراثي، لا تقدر، كاين بزاف ديال العوامل راهم كاينين في الكور. مثلا هنا عاوتاني مثلا لا روبوز سور دي زينوفاسيون جينيتيك، زينوفاسيون جينيتيك واحد التغييرات الجين الوراثيه الياطوار انديبوندون دي كاركتيريستيك دي ميليو، لا ماشي لا، كيكونوا كي ديبوندون دي كاركتيريستيك دي ميليو، اييه كيكونوا يعني مرتبطين بالمميزات ديال داك الوسط. فوالا، دونك شتو دابا علاش هادشي صراحه ماشي منطقي، هادشي مش منطقي، وراه باين الجواب صح هو